حقيقة أنا النهاردة حاسة إن أنا رجعت زي ما أنتي قلتي ياسمين قطقوطة والحاجات دي من اللي أنا شفته. حاجة ما كنتش متوقعة لما الأستاذ حسين فهمي كلمني من 4 5 أشهر فقال لي يا فيروز أنا عايزة أكرمك. قلت له ليه وأنا عملت حاجة؟ قال لي أنتي عملتي اللي محدش يقدر غيرك يعمله. قلت له طب اديني فرصة أفكر، مش عشان حاجة، أنا أتمنى طبعا أتكرم في مهرجان زي ده في بلدي ومن أحسن مهرجانات مصر، لكن كان عندي دايما مواجهة الجمهور هيقولوا إيه، فيروز كبرت، فيروز تخنت، فيروز مش عارفة إيه، لأن أنا شخصيا عشان طلعت صغيرة فالناس كلها هتبص لي بالميكروسكوب مش نظرة عادية، عارفة اللي بيجيبوا الميكروسكوب وبيبحلقوا لي. فانا قلت له طب تسيبني افكر، قال لي بس مش عايز حد من ولادك يستلم الجايزه، يا انتي يا لا. بعد شهرين كلمني طبعا كذا نفر، نيلي على ولادي على لبلبه، كنت باخد راي ناس كتيره. يا سلام يا فيروز قد ايه هينبسطوا، يا ريت، يعني ما عندكيش فكره يعني كلهم قد ايه شجعوني. لما جه كلمني قال لي بعديها بشهرين ثلاثه قال لي وافقتي؟ قلت له اه خلاص. جه بقى قبل المهرجان 10 أيام قال لي تستعدي يوم 9. قلت له بتتكلم جد؟ خلاص الايام قربت زي ما كل واحد ايه امتحان. قلت له خلاص يا استاذ حسين. قال لي قلت له انا قلبي بيعمل بوم 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 بوم. قال لي لا ما تخافيش، هتشوفي الاستقبال وهتشوفي الناس هتحبك ازاي وهتشوفي هيعمل. قلت يا رب. قعدت قبليها بقى بيومين يا بوسي لا تتخيلي، يعني انا متوتره، يعني بدل مثلا ما ادخل المطبخ ادخل على الاوضه، بدل الاوضه اروح الريسبشن، يعني كان عندي حاله توتر. استعديت ازاي بقى؟ لكن استعديت في الحقيقه، ما عملتش الحاجه اللي هي اللي الحاجه الاوفر، يعني قلت عايزه ابقى قد ما اقدر اكون طبيعيه ومش عايزه اكون مشدوده، لان لو دخلت في حاله الشد يعني يمكن مش هعرف امشي. استعدت له يعني بتهدئات النفس، يعني حسين يكلمني من المهرجان. فيروز صعب جدا ان الواحد يبقى في قمة جماله وحلاوته وشهرته وحب الناس ليه، الفن يعني شيء غير طبيعي، ويبقى في كل ده وياخد قرار اعتزال. خدتي القرار ده ازاي وانت في يعني في كل الاضواء دي او كل الحب الناس ده ليكي اللي لسه فاضل لغايه دلوقتي؟ يعني هقولك على حاجه، هي اللي حصل يمكن الامومه طاغت شويه، يعني عارفه يمكن عشان كنت شبعانه فن، يعني عارفه من صغري لحد ما بقى عمري مثلا 25 لما عملت اسماعيل ياسين طرزان واسماعيل ياسين للبيع واشتغلت مسرح مع اسماعيل ياسين شبعت وشفت فنانين صعب يتكرروا دلوقتي، فعارفه زي ما تقولي انا شبعت يعني خلاص. فلما جبت ابني او يعني الاولاني ايمن فحسيت ان انا مش قادره اسيبه، ان انا ما اقدرش انزل الاستوديو، ان انا مش عارفه ايه، يعني اتلهوكت بيه. فده يمكن من الحاجات اللي خلاني يعني ابعد شويه وما لقيتش المناخ اللي ممكن انا استمر فيه. بس في حاجة بيقولوها، بيقولك كل اللي ما بيطلعوا صغيرين لما بيكبروا بينطفوا. بس نيلي لا برضه، انا لبلبة لا، ولبلبة ونيلي لا. بس هرد برضو على السؤال ده من وجهة نظري، برضو بقول النجم اللي بيفرقع وهو صغير. يعني لبلبة كانت هايلة وهي صغيرة، نيلي كانت هايلة، بس ما كانوش النجوم زيك.